مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع، درجات حرارة أقل من المعتاد، لكن الأجواء في المناطق الشمالية حارة نسبيا مع انخفاض على درجات الحرارة، أما المناطق الوسطى أقل من المعتاد لكن الأجواء حارة، وكذلك المناطق الجنوبية. الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد في المناطق الشمالية انخفاض على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية، العظمى 35 والصغرى 23، المناطق الشمالية الشرقية 38-24، أجواء حارة في الشرقية 42-29، وحارة في الوسطى 41-31، وحارة في المنطقة الغربية 38-31، وغائمة جزئيا في المناطق الجنوبية الغربية مع سقوط زخات متفرقة من مطر أحيانا 26-19 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا المناطق الشمالية انخفاض آخر على درجات الحرارة، وأجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية، العظمى 34 والصغرى 24، الشمالية الشرقية 36-25، أجواء حارة في المنطقتين الوسطى والشرقية، العظمى في الشرقية 41 والصغرى 29، والمنطقة الوسطى 41-30، والمنطقة الغربية 38-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، والعظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 35 العظمى والصغرى 25، الشمالية الشرقية 36-23، أجواء حارة في الشرقية 40-28، وحارة في المنطقة الوسطى 41-29، وحارة في الغربية 38-30، وغائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 27-17 درجة مئوية. الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أقل من معدلاتها، المناطق الشمالية الغربية حارة نسبيا 36-24، حارة نسبيا في الشمالية الشرقية 35-24، حارة في الشرقية 40-30، وحارة في المناطق الوسطى 40-28، وحارة في المنطقة الغربية 37-31، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 26-18 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 36 العظمى والصغرى 24، الشمالية الشرقية 37-23، أيضا انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والوسطى، والعظمى في الشرقية 39 والصغرى 28، المنطقة الوسطى 38-27، والمنطقة الغربية 38-32، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر 29-17 درجة مئوية. ويوم الجمعة استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 36 العظمى والصغرى 24، الشمالية الشرقية 38-26، حارة في المناطق الشرقية والوسطى، الشرقية 39 العظمى والصغرى 27، 39-28 في المنطقة الوسطى، و 37-33 في المناطق الغربية، و 27-16 درجة في المنطقة الجنوبية الغربية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.